يعني المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا عن اللايتنج الايه؟ الفيري سان الفيري سكاي. حد عنده مشكلة غير أمل علاء؟ من الآخر كده يعني. عندك هتقولي لي ايه؟ أنا راجع اللي فات ليه؟ كتير فاهمة يعني، هو كتير فاهمة. كل اللي أقدر أقوله لك إن إحنا لما كنا مثلا بنحب نعمل إضاءة فيري سان، تمام؟ كنا بنعمل إيه؟ نيجي من هنا نخش على الفيري، نعمل الاتجاه بتاعنا. مثلا احنا بنجيب نعمل الاتجاه زي ما انت عارفه، السورس والتارجت مثلا مدينه حاجه زي كده. عايز تعمل انفايرمنت ماب ديفولت، اوكي. تبدا تعمل الارتفاع بتاع الشمس بتاعك. ما احنا مش شرحناش حاجه في الدوم. طيب لا، لسه النهارده هنشرح باقي اللايتنج بقى. اي اس وال في ري لايت. لا النهارده كله النهارده. بص طيب، انا بعد ما بحط مثلا بيبقى في جوه السفير بتاع الشمعة والأفاتار والحاجات دي كلها بعمل لها سفير، لازم اعملها في حاجات فيهم دايما نور. في بتلاقي سفير جواها. بصوا طب معايا جدعان. دلوقتي في حاجه اسمها في ري لايت. ايه الفي ري لايت ده؟ اول مره اتكلمنا عن الفي ري لايت بلان بس ما اتكلمناش عليه ايه ان ديتيل قوي. الفي ري لايت بلان هو بالنسبه لي زي كشاف، تمام، او مصدر اضاءه على شكل مربع بالشكل ده كده، تمام. لو دخلنا على قائمه موديفاي هتلاقي ان احنا نقدر نتحكم فيه، بنتحكم في طوله وعرضه. وفي حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اللي هي ايه، ان انت عندك في الفي ري لايت في حاجتين بيتحكموا في مصدر في شده الاضاءه. اول حاجه اسمها مالتي بلاير، دي بتتحكم في شده الاضاءه. تاني حاجه حجم او مساحه الفي ري لايت، كل ما مساحه الفي ري لايت بتاعتك كبيره كل ما الاضاءه ايه تكون اكبر. يعني انا لو جيت هنا مثلا كده مثلا، تمام، نرجع هنا على الستاندر. زي ما قلنا قبل ما نحط اي لايت لازم نخش على الانفايرمنت اند افكت ونخليها هنا ايه في ري اكسبوجر كنترول، واجرب ارندر اي حاجه هنا كده. مثلا ده دلوقتي ايه، دي الاضاءه، وهو الفي ري لايت بتاعي المالتي بلاير بتاعته كام؟ 30، صح كده. طب لو جربت ان انا يبقى المالتي بلاير بتاعتي زي ما هي، الطول والعرض هما ايه اللي هيزيدوا معايا، يعني اللي هيبقى طوله كده وعرضه كده، فاهمين قصدي؟ تبقى حاجة كده، ده القديم وده الايه الجديد. يبقى انا عندي اول حاجة بتتحكم في شدة الاضاءة عندي الفي ري لايت. طبيعي في الانتريور لما بتيجي بنعمل في ري لايت بلان او الحاجات دي بيبقى على حسب مصدر الضوء بتاعي، تمام. ازاي؟ انا لما بيبقى عندي يعني شغال جوه السين في حاجه اسمها في ري لايت اساسي، ان هو ده اضاءه اساسيه عندي في السين، وفي زي ما بنقول اضاءه مزيفه انا بحطها مجرد عشان تجمل لي السين. يعني ايه؟ يعني مثلا اقوم انا ايه لو جيت هنا كده حاجه هنا مثلا بالشكل ده، تمام، ونفترض في اضاءه هنا وهنحط لسه اضاءه هنا وهي اس وهنظبط ايه الفايل ده. دلوقتي انا مظبط الاضاءه هنا وحطيت الاي اس بتاعتي وحطيت الفي ري لايت وما فيش اي مشكله، وانا عامل الاضاءه بتاعتي مثلا كلها لونها ايه اللي هو الاصفر الورم، تمام، او الاورنج، تمام. ايه المشكله؟ المشكله لما انت تجيب في ري لايت بلان كده من جنب الكاميرا بتاعتك وتخليها حاجه كده كولد شويه، تجيب في ري لايت اضاءتها مثلا لبني او ازرق، فدي هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك ميكس ما بين الاضاءه الاورنج بتاعتك والاضاءه اللبني او الزرق. فانت مجرد ما بتعمل اضاءه وورم مع كولد في سين واحد دي بتطلع لك نتيجه هايله دايما دايما. الكلام ده لو تفتكروا قلناه في محاضره اللايتنج، تمام، وكده كده هنرجع لها تاني، يعني هنرجع لها دلوقتي في المحاضره كتير، تمام. فاللي انا بتكلم عليه ان انا لما يبقى عندي اي سين لو انا بشتغل عليه فانا كده عندي حاجه اسمها لايت سورس اساسيه، تمام، وعندي لايت فيري لايت ايه بتبقى مزيفه، دي اللي بتجمل لي السين شويه. فقلنا اول حاجه اتكلمنا عليها في البارامترز الطول والعرض بتاعي،
تاني حاجة المالتي بلاير بتاعتي، طبعا كل ما بنعلي شدة الإضاءة بتاعتي بتزيد. بعد كده بنخش على الكولر، قلنا الكولر ده بيبقى لون الإضاءة بتاعتك. دلوقتي لو جينا نفتكر كده ال يا لهوي ده فين، ثانية بقى ندور. فاكرين احنا ساعتها لما اتكلمنا في المحاضرة دي عن الإضاءة وإزاي نتحقق يبقى عندنا الإضاءة بتاعتنا بيبقى ليها درجات حرارة، صح كده؟ الحمد لله حضرتك. مش انا قلت لكم مش بس هتحفظوها، مش برضه هتحفظوها يعني بس عرفوها، لانك يعني من كتر الاستخدام هتحفظوها لوحدكم. انت عندك ده كده الاضاءه بتاعتك، دي الاضاءه الول ودي الاضاءه الكول. انت عندك ده اللون الابيض، تمام، اللي هو من 5000 ل 5500، تمام، ده اللون الابيض خالص. فهتبدا تروح من بعد ال 5000 او 5500 لليمين، انت كده شغال كول، شمال شغال وول. ايه بقى اللي انت المفروض تعرفه؟ ان انت هتشتغل بأني تمبريتشر مش بأني كولر. يعني ايه؟ يعني انت لو رجعت للماكس كده ما تشتغلش المود بتاع الكولر، لا انت تخش على التمبريتشر، وعلى حسب التمبريتشر بتاعتك انت هتكتب هنا القيمة بقى. انا مثلا لو كتبت هنا ايه 2000 هيطلع لي ايه اللون ده، فاهمين حاجة؟ اللي هو هنا معايا. لو عملت 3 يبقى انت على الاقل عارف انت ان انت كل ما بتعلي درجه التمبريتشر بتاعتك ايه اللي بيحصل، الموضوع بيقلب معاك كولد شويه، فاهمين حاجه؟ طبعا لو انتوا يعني تسالوني ايه الاحسن في الاضاءه، تمام، ان انت بتعمل ميكس ما بين الاثنين، بس كل ما بتخلي الكولد هي الاعلى بتطلع واقعيه اكتر، تمام. يعني الإضاءة الكولد بتطلع واقعية أكتر في، يعني مش في الحقيقة على قد ما هي في الماكس، يعني فاهمين حاجة؟ الإضاءة العامة بتبقى كولد العامة، تمام، وخاصة لو أنت شغال في حاجة هي كلها نايت شوت، هي نايت شوت الإضاءة العامة يعني النجفة، فاهمة الحاجة اللي سبوتاي الكبيرة كشافين دول، فاهمة قصدي؟ حاجة زي كده تطلع لك كل ده، تطلع لك لون ابيض بس هتبقى من الجنب اللي على اليمين، فاهم قصدي؟ ايه بقى اللي هيطلع لك بقى من الحاجات التانية، الحاجات اللي هي مثلا بيت النور، الاباجورات، فاهم؟ فمجرد ما انت هتعمل ميكس ما بين اللونين دول فتأكد ان انت الاضاءة بتاعتك هتطلع تحفة. يا سلام بقى لو انت مثلا عامل الاضاءة بتاعتك اللي هو دوم او داي لايت، وعامل فيها حاجة اللي هو بتاع ده اضاءة صناعية، فاهمين حاجة؟ فانت كده حطيت اضاءة طبيعية مع إضاءة صناعية خفيفة، بتلاقي السين بتاعك بيبدأ يعلى على طول، فاهمين حاجة معايا؟ بس مش عارفة ايه الحتة اللي انت قلت نعمل ميكس جنب جنب الرتيبة وتبدأ تحط الإضاءة، يعني يكون ازاي؟ يعني نعم، انت قلت مش عارفة نعمل ميكس جنب الكاميرا كده تحط الإضاءة بتاعتك. يعني هقول لك، يعني مثلا دلوقتي انا لو عندي مثلا كاميرا كده حاجة كده، تمام، ولسه هبدأ أفرشها بقى والكلام ده كله، جيت هنا واخترت حاجة اسمها سيلكت كاميرا، بس فهيطلع لك الموديل البارامترز بتاعت الكاميرا. بص دلوقتي يا أمال لما أنا أجي أقوم حاطط لي مثلا في ري لايت هنا كده بلين، تمام، التمبريتشر بتاعتي مثلا هنقول 3000 مثلا حاجة وورم، وجيت قمت إيه عملت البلان بتاعي حاجة كده، ماشي، حاجة مثلا بالشكل ده كده، والإضاءة 20 منور، والإضاءة الأساسية بتاعتي
زي ما قلنا مثلا خليها حاجة في البريشر بتاعتي مثلا 8000، حاجة كولد شوية، دي مثلا تبقى الإضاءة الأساسية بتاعتي، فاهم قصدي؟ هو أنا لما أجي أعمل حاجة زي كده، هو إيه اللي أنا عملته هنا؟ اللي أنا عملته إن أنا الإضاءة بتاعتي الأساسية اللي هي الإضاءة اللي فوق، تمام، اللي هي الكولد، لما أنت تجيب إضاءة وورم هي مزيفة، تمام، ممكن مثلا تصغرها شوية كده، حلو، مجرد إن أنت لما مثلا تيجي تاخد الشوت كده، وهي الإضاءة دي طبعا مش باينة كده كده، هنعملها انفيزيبل، مش هنخلي الفي لايت بلان نفسه يبان، أنت عندك الإضاءة كلها باينة قصادك عادي، مفيش أي مشكلة، بس هتيجي من هنا أنت هتلاقي زي في إيه؟ إضاءة لونها أصفر داخلة عليك. الإضاءة اللي لونها أصفر دي إيه مصدرها ورا؟ مين عارف؟ محدش يعرف، فساعتها محدش يقدر يحاسبك عليها، أنت فاهم قصدي؟ بس هتيجي هتحللك الشوت جدا، فاهماني ولا؟ ما هنجرب هنا بقى كده، إحنا ممكن بدل ما نعمل إيه؟ أوفرايت ماتيريال، إحنا هنخلي كل دول كده جراي. الله، ايه رأيكم بقى؟ ايوه بقى دي بقى فاهمين قصدي؟ تحفة جميلة. هي بتطلع لي كده ولا ايه؟ احنا وقفنا على سيلكت كاميرا، خش على الكليبنج كده، ما بشوفش حاجة قدامي والله، بتبقى الدنيا سالكة وكل حاجة سالكة. ازاي؟ يا سارة شوفي يا اخي ايه الحلاوة دي؟ ثانية نزود، نقوم جايين هنا، تمام، نزود شوية كده مثلا 60، تمام، تيجي هنا هي الإضاءة دي عليها مثلا 50، معلي شوية بس، يعني الإضاءة المود العام نفسه أوكي تمام، هو ده اللي إحنا عايزينه، فكده عشان عايزين نبين اللون اللي هو الأورنج هنا، هيقوم كده احنا هنعلي السورس لايت اللي هو الاورنج، من حاجة تبدأ تظهر هنا اهو، هنا ظهرت الأساسية كولد، الأساسية كده كولد، شايفين الإضاءة الورم اللي اتعملت هنا؟ هي دي بقى المطلوبة، هي دي اللي المفروض تتعمل، أنت مجرد ما تيجي أنت خلاص أنت ظبطت الدنيا بتاعتك والإضاءة بتاعتك، الإضاءة الورم دي هتأثر معاك في الشوت، يعني دلوقتي مش باين، إحنا لسه ما حطيناش فيرنتشر ولا عملنا ست أي حاجة، تمام، بس مجرد ما أنت هتيجي هتحط حاجة كده، أو أنت لو جربت تعلي الإضاءة جامد أكتر من كده مثلا قول 360، فاهم قصدي؟ مش هتلسع ولا هتلسع ولا أي حاجة، ولا أي حاجة، فين اللسع؟ مش لسع خالص، لا هو عشان بتاعت إيه ريفليكشن بس، ماتيريال ريفليكشن مش أكتر، أما دي بتاعتك أنت يعني، أنتوا فاهمين قصدي؟ دي بقى لما بتيجي تجربوها إزاي؟ هنجربها بطريقة حلوة جدا زي ما قلت لكم، إن إحنا بنخلي الإضاءة العامة بتاعتنا بمود، ونخلي بعض الإضاءات عندنا بمود تاني، يعني بعض الإضاءات ورم والتانية كول أو العكس صحيح، تمام؟ بس أنا بقول لكم اللي يستحب إن أنت تشتغل بيها خاصة في النايت، إن الأساسية تبقى كولد كولر، والورم دي تبقى زي ما قلنا إيه الأباجورات، إبليك جاي من هنا، شمعة جاية من هنا، أنتوا فاهمين قصدي؟ نشوف بس باقي البارامترز عشان اللي لسه مش عارف باقي البارامترز بتاعت الـ VA Light. عندنا هنا زي ما قلنا التمبريتشر، تمام، يعني لا انت هنا في قوة تانية انت ممكن تتحكم فيها بشدة الإضاءة،
بس هي مش مستعلة، هي الديفولت الايمج بنخليها زي ما هي وبنلعب بالمالتي بلاير. مثلا لما باجي كده لازم اعملها 600 700 عشان تدي اضاءة زي اللي انت عاملها، زي اللي باين معايا. ازاي يعني؟ يبقى المشكلة في اليونت، مشكلة عندك في اليونت ان انت مش مظبطة اليونت. لازم اليونت بتاعتك دي ودي لازم يكون، طبعا ليها علاقة جدا، لان الاضاءة دي بتبقى مثلا اللي هو عدد الفوتونات اللي هتكون موجودة في المتر مثلا، فهو بيحسب لك في المتر ده. بص بقى، فاهمة؟ فهي لازم طبعا لما يبقى عندك الدنيا متقسمة أمتار، عدد الفوتونات اللي هتخش على المساحة دي مرتبطة باليونت، فأي تغيير هيحصل في اليونت بالمليمتر سنتيمتر متر طبعا هيأثر في الإضاءة. نيجي نخش هنا على الأوبشن. تمام، عندنا حاجة اسمها كاست شادو. معايا كاست شادو دي اللي هي اللي بترمي لي ديل. يعني ايه بترمي لي ديل؟ يعني انا لو عندي اضاءة وشلت منها اللي تشيك ده، دي مش هترمي لي ديل اصلا. معايا؟ مش هترمي ديل اصلا. يعني انا لو عندي مثلا بوكس هنا كده او تيبوت هنا كده، تمام، شايفة؟ هو كده من غير ظل أصلا، ده الظل بتاع الـ في ريلاي التاني. فاهمين حاجة؟ مش فاهمين هشيله اهو. انتوا لازم ايه؟ مش بدأ عليك هو، بس انتوا محدش مستوعب لسه. اشيل انت عاملة كده ليه ياسين؟ مالي؟ والله لا، والله هو مش، لا هو مش طايق، هو على الارض بس هو ملهوش دل على الارض ولا دل، مفيش دل، فاهمه؟ اما انت لو شغلت ده وجيت هنا شغلت ده هيبقى ليه دل عادي جدا. دي اول ما بتفتح البارامترز بتلاقي البوكس ده على دي جوه اوبشن. طب ليه احتاج الدل؟ لا مش هتحتاجيه، انا بقول لكم ايه البارامترز، يعني انت مش هتحتاج تشيل الدل. يا رب يا رب يا رب. مش عايزة حاجة صناعية، يعني حاجة قصدي مزيفة، زي ما بقول مال قايلين من شوية، في حاجة اسمها لايت بلان مزيف، مجرد ان انت بتعمل بيه تارجت معين مش عايزه يكون واقعي على قد ما انت بتعمل بيه تارجت معين. فاهم قصدي؟ معايا؟ دي البارامترز من اولها ولا في فوق؟ في هي اللي فوق دي تحت بيراميد اوبشن. تمام؟ عندي بعد كده حاجة اسمها دبل سايدد، ودي بتنور لي في الاتجاهين. يعني ايه بتنور لي في الاتجاهين؟ يعني انا لو خدت ده كده نزلته كده مثلا، هوريك بس حاجة. مسكت ده وعملت الدبل سايد، المفروض ان هو الطبيعي ان هو بينور لتحت، صح؟ دلوقتي لما اجي انور كده ايه اللي هيحصل؟ هينور لي كمان ايه؟ فوق بنفس القوة ونفس كل حاجة. تمام. معايا؟ ماشي. بعد كده في حاجة اسمها انفيزيبل. الانفيزيبل دي لو هي مش موجودة بتلاقي اللايت بلان بتاعك باين، كشاف نفسه موجود. لا معايا؟ فاهمة يا أمل؟ فاهمة يا زين؟ يا جدعان انتوا اللي قصادي. طيب فاهم يا كريم؟ فاهم يا كريم؟ فاهم يا كريم؟ فاهم. طيب شايفين الفرق؟ يبقى ايه؟ اللايت بلان نفسه ما بيكونش موجود قصادي. في حاجة اسمها نود كي. ايه نود كي دي؟ دي بتتعمل في غرض واحد معين. دي عبارة عن ايه؟ مش اللي انا لما يبقى عندي مصدر اضاءة ونفترض مثلا كشاف الموبايل، مش الكشاف ده بيبقى ليه مدى والضوء بتاعه بيقف، صح كده؟ لما عامل النود الكيس دي مش بيخلي ان هو يبقى ليه مدى، المدى بتاعه بيبقى بلا نهاية. فاهمين حاجة؟ فالموضوع بيبقى معاكم كده. يعني انا لو جيت ده مثلا حطيته فوق هنا كده، بصوا مثلا دي كده
فاهمين حاجة؟ مهما ارفعه هي الإضاءة داخلة بص راشقة، فاهم قصدي؟ يعني يعني هي لو نود الكي، لو نود الكي كده الإضاءة بتاعت اللي فوق باينة أصلا. ماشي باي باي، مع السلامة. فاهمين حاجة؟ يعني أنا دلوقتي حاطط البلان بتاعي فين؟ فوق أهو، إضاءته باينة، باينة في الشوت دي مش باينة خالص. طب أنا دلوقتي عملت التشيك ده بس، ده اللي أنا غيرته. أجرب أرندر، مش بستفاد بيها حاجة. أنا بقول لكم دي يعني إيه دلوقتي، اللي شايفين البلان ده لما يجي يطلع مثلا الإضاءة، الإضاءة بتاعته المدى بتاعها مثلا من هنا لحد هنا كده وبتقف، في الإضاءة نفسها ما بتبقاش موجودة. نود الكي دي بتخليه إن الإضاءة بتاعتك بتبقى ماشية لحد آخر حاجة هتقابلها، فاهمين؟ ملهاش آخر، فاهمين قصدي؟ فاهم. دي بنستخدمها مش بنستخدمها في حاجة يعني. بس أنا بقولها لك وبريح ضميري يعني. طبعا ودي سكاي لايت بورتال، عارفين سكاي لايت بورتال؟ قلناها طبعا المرة اللي فاتت. ايوه برافو، طلعتوا بيها شوتات حلوه. ماشي برافو عليك. ايوه برافو عليك. ايه يا لا ده احنا نشوف بقى في النص ايه ده، في ايه كده؟ ماشي. بعدين في حاجه هنا اسمها افكت ريفليكشن. يعني ايه افكت ريفليكشن؟ انا دلوقتي لو جيت هنا، سوري، اعمل بلان اوتو جريد، عندي حاجه زي كده، واديتها مثلا ماتيريال ايه، مرايه، بعيدا عن ان انا هعملها ازاي، بس انا هديها ماتيريال مرايه. اوكي باجي هنا ثانية، ما هتعمل حاجة تانية برا شوية كده، البنان التاني اللي فوق ان ايه نقوم جايبينه بتاع. يا ساتر يا رب. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ احنا شايفين الاضاءة بتاعتنا موجودة عادي، بس شايفين ايه هنا؟ شايفين انعكاس البلانات بتاعتنا. طب هي اصلا معمول انفيزبل، يعني احنا لما تيجي تشوف اللي تشيك هو معمول ايه، انفيزبل يعني غير مرئي، تمام. بس انت هنا في حاجة اسمها افكت ريفليكشن، دي بتعمل ايه؟ دي بتقول لك ان انت حتى لو عامله انفيزبل وعامل اللي تشيك على افكت ريفليكشن، فده معناه ان البلانات بتاعتك او مصدر الاضاءة كشكل هيبان في اي حاجه فيها انعكاس، مش شرط بقى مرايه، ممكن ميه، ممكن يكون جسم فيه حته انعكاس بسيطه فيبان فيها الايه، هتلاقي فيها شكل البلان كده مرسوم، تبوظ لك واقعيه السين بتاعتك. اه طبعا لازم لازم تتشال، فدي حاجه فيها دي كده حاجه اكيده يعني. الانفيزبل ان انت تخليها انفيزبل وتشيل افكت ريفليكشن، دي حاجه اكيده لازم لازم ايه تتعمل معايا. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ اوكي. بعد كده اخر حاجة سيمبلينج، بنخليها كام؟ 32 زي ما قلنا. هو ده ايه بقى؟ بص السيمبلينج ده ايه؟ ده السب ديفايس بتاعت الايه، الاضاءة. يعني ايه السب ديفايس بتاعت الاضاءة؟ مش احنا قلنا ان زي ما عندنا في الريندر الكواليتي بتاع الصوره بتتقاس بالبكسل، صح كده؟ فدي حاجه عامله زيها، حاجه اسمها سب ديفايس. السب ديفايس دي كل ما بتزيد قوه الاضاءه مش بتزيد على قد ما هي الدقه بتاعه الاضاءه بتزيد، فاهم قصدي؟ عارف يعني ايه دقه؟ يعني مثلا لما تلاقي اضاءه
مرمية على اوبجكت معين، تمام؟ فبدل ما الإضاءة لو أنت عاملاها مثلا يعني 3، والموضوع في الإضاءة بيقلب جريديانت كده، مثلا لو إضاءة لونها مثلا أبيض، فبتلاقي في اللي هي غامقة سودا، في جري أسود، في جري فاتح، في أبيض مثلا، تلاقي ما بين الألوان تلاقي في خطوط كده فواصل ما بين إيه كل إضاءة والتانية، تفهم قصدي؟ بس لو أنت عاملة السب ديفايس مثلا بتاعك عالي 32 64 بيسيحهم على بعض، فبيعرف يخش في تفاصيل الإضاءة أكتر، يعرف يعمل لك إضاءة أحسن بكتير. دي مينيمم 32، أما أنت بتشتغل بي سي ب 64 مثلا، تمام؟ دي لو لقيتها مقفولة تعمل إيه؟ دي قلناها في محاضرة الريندر سيتنج. جيت في محاضرة الريندر سيتنج؟ ما جيتش محاضرة الريندر سيتنج؟ ما جيتيش؟ انا عمري ما شفت كده في حياتي. ماشي. طبعا زي ما قلنا السام ديفايس دي لو هي مش موجوده مش متاكتبها، بخش هناك في الريندر سيتنج كده. ايه السامبلينج ولا السام ديفايس؟ السامبلينج يعني السام ديفايس بتاع السام، تمام؟ نقوم داخلين على ال هي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نهار ابيض انا نسيت واحد. شكلي كده والله، دي كانت فين دي؟ لا دي وحشة جدا والله. ايه ده نسيت؟ فيري. فيري انا نسيت بجد، يا نهار ابيض. حسبي الله ونعم الوكيل. على فكرة انا عشان كنت في الجيش النهارده، على فكرة دي لخبطة التجنيد على فكرة، مش متوتر يعني مش حاجة. ماشي اوكي. في عندي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش. اللي بعده زي ما انا عندي بلان، في حاجه بالظبط زيها، هي اسمها سفير. كل الفرق ما بينها ان انت بدل ما الاضاءه بتاعتك عباره عن مستطيل او مربع بيطلع اضاءه، فهي عباره عن كوره بتطلع لك اضاءه في جميع الاتجاهات، تمام؟ دي مهمه جدا. ليه؟ ليه بقى؟ دي من اكتر الاضاءات اللي بتستخدم خاصه في النجف، في الاباجورات، تمام؟ اكيد مثلا لو انت جيت هنا ده ايه؟ سبوت؟ ما سبوت اي اس يا بنت؟ سبوت اي اس؟ كم حاجة زي كده؟ نشيل ده كده، ممكن نشيل ده كده نركنه على جنب. بصوا هنا دلوقتي انا لما اجي اشوف جوه اي نجف انت بتجيبها او اي اباجوره، انت في حاجه هتلاقيها او مش هتلاقيها، اللي هي ايه؟ السفير اللي هنا دي. السفير دي بتعمل ايه؟ بتطلع لك اضاءه من جميع النواحي، تمام؟ فدي الاضاءه اللي بتتحط جوه السفير. ولو هي مش موجوده، يعني نفترض انا جيت مسكت السفير دي كده وشفت مثلا القيم بتاعتها، اوكي مثلا المالتي بلاير بتاعتها ايه 2000 حاجه كده، تمام؟ انا هاجي ايه، كده مثلا، تمام؟ شفنا فرق بسيط في الإضاءة ما بين دي وما
ما بين اللي هناك، دي مقفولة دي مفتوح، وباين شوية الإضاءة اللي جاية من هنا، صح كده؟ طيب أنا عايز أعلي أكتر، ممكن أعمل إيه؟ أقوم بقى جاي مثلا أنا دلوقتي هبدأ أعمل أنا السفير في الإضاءة التانية، هاجي من الفيري لايت وأجي على السفير من التوب بتيجي فوق الإيه؟ وحدة الإضاءة بتاعتك معايا؟ سوري هقفل الأوتوكاد كده، أقوم جاي برسم كده السفير بتاعتي كده. فوق هي مرسومة ايه؟ طيب معايا؟ بس وبتبدأ تحطها ايه؟ فوق عندك كده. طب افرض انت عندك لمبة، حطها جوه اللمبة، يعني تبقى هي واللمبة جوه بعض، فاهمين حاجة؟ مش لو فيها لا هتنور. تمام؟ هتيجي هنا التمبريتشر بتاعتك خليها مثلا 3000، هنا دي خليها 32. الزبون التفليق، احنا هنجرب الاول ونشوف. صغيرة جدا. ده الأزهر. ايه اللي أسهل؟ هي عشان صغيرة. طب ما هي صغيرة، فلازم يبقى القوة بتاعتها عالية أو مالتي بلاير عالية. هو احنا طبعا أنا لسه قايل، مش لسه قايل، مش لسه قايل لكم هشرح من الأول. هشرح، ما أنا هشرح هشرح دلوقتي. أي إضاءة عندي تمام، في حاجتين بيتحكموا في شدة الإضاءة بتاعتها، المقاس بتاعها حجمها أو مساحتها والمالتي بلاير بتاعتها. انا دلوقتي لو عندي كوره صغيره زي دي، سفير صغيره، وانا جيت اجرب لها ريندر طلعت معايا بالشكل ده مظلمه، اعمل ايه؟ تقعد تعلي. طب افرض انا السفير دي نفسها جيت وعليت الريتنس بتاعها كده مثلا، مثلا يعني، وبنفس هو بنفس المالتي بلاير، فاهمين حاجه؟ فخلاص هي يعني يبقى انا عندي حاجتين بيتحكم فيهم في الاضاءه، الايه الحجم والمساحه. فانت علشان بتقدر بمساحه معينه اللي هي هتخش جوه الاباجور عندك، فانت بتقوم حاططها جوه كده وتبدا بقى تعلي. انا مثلا اقوم مديها 5000، هنهدي خلاص، احنا بنتكلم كسيكونس، فاهمين قصدي؟ استعجال استعجال افري وير معايا. ده السفير اللي بيعمله ايه تاني؟ اللي السفير اللي بيعمله ان انت ممكن زي ما قلنا هتعمل اضاءة مزيف. يعني اضاءة مزيفة يعني انت بتيجي بدل ما تجيب بلان هنا كده، لا انت البلان ده ممكن تمسكه وتخليه ايه؟ سفير، فاهمين حاجة؟ شايفين اللي عملته؟ انا دلوقتي السين بتاعي هو معمول باضاءه وورم، تمام؟ سوري باضاءه كولد. خليت عندي هنا في حاجه وورم بالايه، بالاضاءه المزيفه اللي عملت لي الايه، الاضاءه اللي على الارض دي. النور ده بقى انتوا عارفين هو جاي منين او مش عارفين جاي منين؟ لا بس هي حاجه جماليه عندك، لانك مجرد زي ما قلنا بنحط اللايتنج الورم مع الكولد بيطلع لي ايه؟ نتيجه كويسه. وكل ما يبقى فيه ظل ونور كتير الموضوع بيبقى ايه؟ اشك كتير، فاهمين حاجه؟ ده كده الاستخدام من السفير، نجف اباجورات والحاجات دي والايه؟ واي اضاءه مزيفه عندك هتجمل بيها السين بتاعك. في مشكله في الكلام ده؟ ماشي. عندك بعد كده في حاجه اسمها في ري لايت ديسك، دي هي بالظبط الفي ري لايت بلان، بس بدل ما هي مربع دايره بنفس كل الاوبشنز، هي بالظبط من غير اختلاف اي حاجه. انت
اعملها invisible effect بيها reflection. حاجة بس مش كنت بعمل بيها لو هلف حوالين السقف دي نور كده انا لسه ما خلصتش. من بيت نور ازاي نعمل بيت نور معايا؟ طيب كده نخش على ازاي نعمل بيت نور، بعد كده بنخش على حاجه اسمها في ري. في ري لايت مش الفي ري لايت مش دي، دي نعمل بيها يعني دي بتستخدم ازاي؟ ان انت بتحول اي اوبجكت عندك 3 دي لايه؟ لان الاوبجكت ده نفسه يبقى هو السورس اوف لايت بتاعك. يعني ايه؟ هنا لو جيت هنا عملت مش، كل اللي بتعمله ازاي عشان بس تبص تفعل في ري لايت مش، كل اللي بتعمله بقى مش بترسم وتعمل دراج، لا انت مجرد ما بتعمل سيلكت بس كده كده اهو تمام، تقوم دايس كليك يمين عادي خروج من الامر تمام. تبدأ تشتغل ازاي بقى؟ عندك هنا مثلا لو ده نفترض ده تيبوت، تيبوت عادي جدا اهو، عملت هنا كده وجيت هنا وقفت على موديفاي. اول حاجه بعملها بختار هنا حاجه اسمها بيك مش، بدوس على بيك مش بيك مش وبختار الاوبجكت 3 دي بتاعي، فيبقى هو نفسه الايه؟ سورس اوف لايت، مش اللي منور هو مصدر الاضاءه، هو السفير هو البلان ايه؟ ثانية انا بديها لكم هنا عشان ايه؟ طب ما انت جبت المش من الاول؟ تنام تاني فاهمين حاجة؟ فهو كده يبقى هو ده مصدر الإضاءة بتاعتك. طب أنت عايز تلعب في الإضاءة بنفس الكلام، إن أنت بتيجي من هنا تعلي الإضاءة بتاعته مثلا تخليها 60، الكلر تلعب في التمبريتشر بتاعه تخليه مثلا 3500 حاجة ورم تمام، بتخليه عايز تخليه انفيزيبل اوكي، عايز تخليه افكت ريفليكشن ماشي، السامبلينج بتاع 32 مثلا، فبيتعامل نفسه معاملة الايه؟ الحاجات اللي هي السورس اوف لايتس العادي جدا. ايه الاستفادة بقى من ده؟ طبعا مش بنعمل بي تيبوت بينور، يعني اكيد مش ده ايه الاستفادة بتاعته. الاستفادة بتاعته ان احنا بنعمل بي بيت النور ازاي؟ عشان اعمل بيت نور لازم دايما كده اقوم ايه امسك السقف كده واعمل له ايه الت كيو عشان يبقى معايا كده ايه السقف بتاعي تمام. لو انا هعمل موديلنج البيت نور كل اللي انا بعمله لو ده هيدد بولي تمام، انا ممكن امسك الايدج دي مع كنترول شيفت الايدج دي ليه؟ عشان يمسك لي ايه اللوب كله فاهمين، وبعد كده بعمل كونكت واقدر من هنا اعلي واوطي، اقوم مغطي السنه كده، اقوم ماسك الايه البوليجونز كنترول شيفت يمسك لي الايه البوليجونز كلها معايا، واعمل اكسترود لوكال نورمال بالسالب. طيب حاجه كده فاهمين قصدي؟ انا كده عملت الجزء البوليجون زي نفس بتاع طلعت ترود لجوه. بعد كده الخطوه اللي بعدها تقوم جاي هنا في التوب شغل الواير فريم وابدا ارسم ريكتانجل هنا كده، مش ده مش المستط مش الشريحه المستطيل دي هي دي الجزء اللي هيبقى فيها بيت النور صح كده؟ تقوم تبدا بقى ايه ترسمه كده يبقى جواه بالشكل ده تمام. مش هديله حاجة لسه في الفرونت، هتقوم تبدأ تطلعه فين؟ فوق هنا اهو، مش ده مش دي بتاعت اللي هيبقى فيها بيت النور صح؟ معايا؟ تقوم هتديله ريندرينج، من ريندرينج تعمل له انيبل اير ريندر انيبل فيو بورد اوكي، وتبدأ تصغر السيكنس بتاعه كده عشان يطلع معاك حاجة زي شريط الليد. احنا هنصغر كمان فاهمين قصدي؟ شغل اف 3 فرونت طبعا ما خلوش طاير كده
فانت عشان برضو تكونوا فاهمين السكشن ده، فهو شريط الليد اكنه مقطوع من هنا قاطع كده ومكمل، فاهمين حاجه؟ وجاي كده شريط الليد على شكل مربع معايا. بعد كده دلوقتي خلاص بقى انا بالشكل ده مش بقى 3D صح؟ ماشي. دلوقتي انا لما اجي اعمل هنا V ray light مش ادوس هنا كده كنترول، واجي من هنا اعمل بيك مش. لو عملت جيت اسلكت على ده الاقي ايه اللي حصل؟ هو عمل لي سلكت على السقف، واخدين بالكو؟ خلالي السقف نفسه هو اللي يبقى ايه، هو اللي يبقى مصدر اضاءة. ليه بقى؟ لان هو هنا ما عملش سلكت صح. ليه ما عملش سلكت صح؟ لان هو لحد دلوقتي بالنسبة له ان الشيب ده مش 3D، هو ريكتانجل. حتى بص مكتوب هنا ايه، ريكتانجل مكتوب هنا ايه، وان شيب سيلكتد بالظبط. فلازم يتحول لايديت بولي، لان هو لسه لحد دلوقتي مش معترف ان هو 3D. كده خلاص اعترف ان هو 3D. مجرد ما هتيجي تمسك البيك مش بتاعتك وتعمل المش لايت، انت بتجيب البيك مش منين؟ الله عليك يا فندم. منين الاول بتدخلها؟ كان عندي حق ولا لا؟ هو بتيجي من في ري لايت مش بتعمل سيلكت تمام؟ وعمل سيلكت بعد ما دخلت في ري مش فين السيلكت؟ بتعمل سيلكت في اي حته في القراءه. بعد كده تقوم راجع هنا كده على المش لايت، تقوم راجع تدوس كليك يمين الاول تخرج من الاول وتفتحه تاني، تفتح الموديفاير فاهم حاجه، تعمل بيك مش وتقوم مختار ايه بيت النور بتاعك بالشكل ده. انت بقى عايز تديله بقى ايه، انفيزيبل اوكي، افكت ريفليكشن مثلا، تمبريتشر 8000، جربت الريندر كده بس هنعلي ايه، هو ليه داخل في داخل؟ لا مش داخل، بس هي مش جايبة، مش جاية كلها بس مش داخل. هو مش ايه ده في النص ده؟ بنشوف احنا بنتست وهنشوف اهو. في النص ما عملوش انفيزبل؟ اللي هو ايه اللي في النص؟ الفي لي لايت؟ ممكن نقفله بس خالص عشان يبان ده. كده الإضاءة طبعا ضعيفة جدا، ممكن نعليها أكتر. ستيل لايف ستيل، انت مقوي الاباجوره زياده عن اللزوم. بس نخلي الاضاءه العامه وورم، ونخلي بيت النور كده ايه كل شويه. بس مش فاكر ده قوي، مش ايه متركز قوي. ايه دي؟ ما هي دي على حسب اضاءتك بقى، فاهمين قصدي؟ فبتبدأ تحط بيت النور بيبقى بالشكل ده كده، تلعب في الإضاءة بتاعته طبعا زي ما تحب. ولو تفتكروا لما جينا اتكلمنا على الإضاءة وقلنا إن في فرق ما بين بيت النور وما بين الإيه اللي هي إضاءة السقف المعلق، فاكرينها؟ فاكرين ساعتها لما قلنا إن بيت النور ده بيبقى عبارة عن شريط ليد بس السقف المعلق ده بيبقى عبارة عن بلانز بصة، فاكرين؟ يعني تبقى اقوى كتير. يعني انا دلوقتي شايفها الاضاءه دي وشايف الاضاءه بس بص لفوق، بقوم عامل بلان بص لفوق. او بقى لو انت عايز تعملها حاجه ماشي على طول، فتقوم عامل ايديت بولي بنفس ايه
حجم بتاع السقف وتعمل مش لايت، فاهمين حاجة؟ بس هي دي الحقيقة بتبقى ايه سبوتات برضه زي لا مش سبوتات، ده بيبقى شريط ليد، دي بتبقى حاجة كده يعني أنا شفتها قبل كده، زي هي عبارة عن ورقة، ورقة تمام، بيبقى محطوط عليها غلاف كده بتتشال تمام، وبتبقى حاجة بالبطارية يعني، مش يعني مش حاجة تسحب كهرباء، تفهم قصدي؟ مش حاجة بالكهرباء، لا هو حاجة بتبقى فيها منها بطارية يعني، برضو ما تبقاش مكلفة، وفي منها اللي هي بتبقى برضو مكلفة جدا عادي بالكهرباء وما فيش مشاكل، بس هي بتبقى حاجة زي كشاف كده بيطلع لك فوتونات فوق، بتبقى إضاءة مباشرة عكس الشريط الليد. شريط الليد ده بيتباع يعني في أي حتة، شريط الليد اللي هو تلاقيه لما تلاقي ألعاب الأطفال تقعد تخبط فيها كده تلاقيها بتنور، ما ده شريط ليد يعني، فاهمين قصدي؟ تبقى حاجة إيه بالشكل ده كده معايا؟ حد عنده مشكلة في إزاي إن يعمل بيت نور؟ تمام؟ وده نفس الكلام برضو لما تيجي تعمل بيت نور، مش شرط في السقف يعني، في أي ورا أي حاجة مخفية يعني. أنا لو جيت هنا مثلا عملت حاجة كده وحولت ده مثلا convert to edit poly، خدت البولوجنز دي كده وأعمل connect، معايا أمسك البولوجنز دي أعمل كده وأعمل مثلا extrude لإيه؟ لوكال نورمال لجوه شوية، فاهمين الفكرة؟ تقوم ماسك بقى ده كده Alt Q Front Z Left Z تمام، تشغل الواير فريم، تبدأ تعمل ايه نفس الكلام بالظبط، فاهمين حاجة؟ حاجة بالشكل ده كده ولا همسحه أصلا؟ لا مش هفهم. هو ايه اللي مسحته؟ لا ده عدلته بيت النور اللي مسحته تمام. بعد كده ده هتقوم محوله ايه لإيديت بولي، كونفرت تو إيديت بولي كده، واقوم اخد الت كيو واعمل مش لايت، بيك مش، اختار ايه بيختفي عشان عملت له الت كيو، بيظهر تاني، بيظهر الباقي البتاع ده. هتيجي مثلا نقوم عاملين له حاجة فورم 50 مثلا، ممكن يكون ضعيف فعلا لأنه 30 بس، بلعب في الكاميرا عشان ايه تشوفوا السين احسن. نشوف الاضاءة اللي ورا هنا عاملة ازاي. اللي هي ضعيفة شوية ممكن نعلي سنة، نخلي بس ده في الاول كده جري تمام، معلين ده سنة كمان،
تظهر ايه عندك بالشكل ده كده. دي في الحقيقة في ظهر ايه؟ ده في ظهر السرير. دي ايه فوق. ده ده ما دي حاجة بقى بيتحط عليها هنا برواية، يتحط عليها يعني حاجة مثبتة يتحط عليها برواية، يتحط عليها نقاشة والبيبر معينة. فاهمين الفكرة؟ بتكلم على فكرة الإضاءة اللي هي الإيه؟ بيت النور اللي مش شرط يبقى في السقف، ممكن كمان يبقى ورا الحاجة. مين اللي بيقطع؟ ممكن نعليه يعني، مش فاهمة اللي هو ده السيكونس بتاعه، ممكن بس نعليه سنة صغيرة. أوكي؟ مجمعين معايا ولا إيه؟ في حد دلوقتي في حد عايز يسأل على حاجة؟ ماشي، هناخد بريك وبعد كده نكمل.